مساء الخير. انت ليك عين توريني وشك؟ معلش يا جدو، انا عايز اتكلم معاك. اتكلم في ايه؟ انت انسان اناني وعمرك ما تتغير همجي. يا جدو انا محتاج لك. محتاج ليه؟ انت عملت ايه تاني؟ هقول لك على كل حاجه بس مش دلوقتي. دلوقتي عايز افهم منك حكايه الصوره دي. مش دي الصورة اللي انت وريتها لي كذا مرة؟ هو حكيت الصورة دي عشان تشغلك للدرجة دي. انا اللي عايز اعرف منك، دي باين انها في محكمة وانت قلت لي انها من 9 10 سنين، كنت بتعمل ايه هناك؟ مين اللي صورك؟ يصورني مصور بتاع الوزارة، كان هناك بيغطي القضية. قضية ايه بقى؟ قضية واحد اسمه سليم الباروني، مقاول كبير صاحب مصانع اسمنت، في عمارة من اللي بناهم وقعت بالناس اللي فيها ومات فيها عدد كبير قوي بسبب الأسمنت المغشوش اللي كان حاطه. انت دخلك ايه بالقضية؟ ايه اللي دخلك ايه؟ يا ابني انا اللي سجنته. انا كنت الرئيس اللجنة اللي عينت الوزارة اللي اثبتت ان الراجل ده هو المسؤول الاول، لانه الأسمنت بتاعه كان مغشوش وهو السبب ان العمارة دي وقعت بسبب الأسمنت المغشوش ده. ولبسته قضية ثانية، قضية رشوة، لأن الحمار الغبي حاول يرشيني أنا، خد 20 سنة سجن وأنا اترقيت بقيت وكيل الوزارة. عم عرفان، يا عم عرفان، عم عرفان مالك؟ فيك إيه؟ لا ماليش، مفيش. مفيش ازاي؟ ده الهم باين على وشك. ياه، دي القهوة طالعة من جواك حرقة قوي. خلاص بقى الهلع، ما تقلبيش عليا المواجع يا بنتي. باين على وشك كده ان الست عليا وحشتك والبيت فضي عليك. انا عارفة تلاقيك حاسس بالوحدة يا حبة عيني، ما هو البيت من غير ست ما يبقاش بيت، لا أكلة نظيفة ولا هدمة نظيفة، تحس ان الدار مش درك اللي اتعودت عليها. كنت فاكر ان اقدر اعيش من غيرها.